شراكة استراتيجية بين شركة جندال شديد والاتحاد العماني للهوكي من خلال اتفاقية تهدف إلى دعم ورعاية بطولة العالم لخماسيات الهوكي عمان 2024 وتعزيز التعاون لإيجاد إرث دائم لتطوير رياضة الهوكي في سلطنة عمان. مثل هذه الفعاليات العالمية لسلطنة عمان هو دليل أول شيء على ثقة دول العالم على مستوى يعني استضافة سلطنة عمان لهذه البطولة، وكذلك على قدرة شبابنا وبنائنا في تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية والتي يعني أخذت بعد تسويقي وسياحي جيد لسلطنة عمان. كذلك الاحتكاك المناسب لشبابنا يعطي حقيقة بعد آخر لشبابنا لاستضافة مثل هذه الفعاليات. لذلك هذه الفعاليات أيضا تستقطب القطاع الخاص لما لها من ترويج مميز، يعني القطاع الخاص يعني يحاول قدر الإمكان تغطية أو دعم مثل هذه الفعاليات العالمية. الاتفاقية ستعمل على تقديم دفعة كبيرة للترويج لرياضة الهوكي في سلطنة عمان ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ودعم بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي عمان 2024 بشكل خاص لفئتي الرجال والنساء، كما سيكون بمثابة استثمار في تطلعات الأفراد والوصول بهم إلى تحقيق الأهداف والغايات المشتركة لتحقيق أهداف ورؤى وتطلعات الساحة الرياضية الدولية. هذه الاتفاقية راح تشمل رعاية كأس العالم لخماسيات الهوكي والتصفيات الأولمبية لباريس 2024، وكما ستكون تشمل بعض البطولات المحلية والبطولات المستقبلة اللي راح يستضيفها الاتحاد. مهتمين بأن نكون مبادرين في دعم الرياضة العمانية وبالأخص الهوكي. نأمل من خلال هذه الشراكة أن نروج للسلطنة. بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي عمان 2024 سوف تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 24 وحتى 31 من شهر يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم. ستساهم هذه الاتفاقية في تطوير عدة جوانب، سواء على المستوى الفني للبطولات المحلية وكذلك بطولة العالم لخماسيات الهوكي، كما أنها ستعمل على دعم الكوادر البشرية وتعزيز بيئة العمل الإداري للاتحاد العماني للهوكي. عبد الله بن صالح الريسي، محافظة شمال الباطنة.